رئيس الحكومة بالإنابة آدم يونسومي عقد لقاء مع وفد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. جاء وفد البنك من القاهرة العاصمة المصرية للتباحث مع المسؤولين التشاديين من أجل تنفيذ العديد من المشاريع التنموية بقيمة 500 مليون دولار. تقرير حسن درمود. رئيس الوزراء في الإنابة السيد آدم يونسومي عقد اجتماع عملي فني مع وفد البنك الافريقي للتصدير والاستيراد الذي يوجد مقره في القاهرة العاصمة المصرية. يترأس الوفد رئيس البنك السيد بنديكت أوراما. جاء وفد البنك في أول زيارته ولقائه مع المسؤولين التشاديين حول سبل تقوية علاقات التعاون التنموي المشترك بين تشاد والبنك. تشاد تعتبر عضو في هذا البنك. جاء الوفد للمحادثات حول المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية والكهرباء والسكة الحديدية والنظر في تخفيف ديون تشاد. إن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يعمل في مجال التنمية والتمويل التجاري في دول أفريقيا والعالم. البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يقدم برنامج الدعم والصادرات المصرية إلى أفريقيا، ويدعم البنك أيضا الصناعات المصرية بهدف زيادة الصادرات في أفريقيا. إن هذا البنك له فروع في بعض دول أفريقيا. رئيس الوزراء بالإنابة شكر البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بهذه الزيارة التي تدخل ضمن تمويل المشاريع التنموية في تشاد. رئيس البنك السيد بنديكت أوراما قال زيارته إلى تشاد ولقائه مع رئيس الوزراء بالإنابة تأتي بعد مقابلته لرئيس الجمهورية، وتحدثنا عن تفاصيل حول 500 مليون دولار في إطار الوعد الذي قدمته تشاد أثناء انعقاد الطاولة المستديرة في باريس. وقال أنه أجرى محادثات مع رئيس الوزراء بالإنابة وبعض الوزراء، وكانت الفرصة سانحة للاستماع إلى رئيس الوزراء بالإنابة والحديث حول المشاريع. وأكد أن البنك سيحصل على تفاصيل أكثر حول هذه المشاريع من أجل إدارتها في برامج الدولة. وقال أن لديهم برامج لتطوير تشاد وسيعمل في دعم القطاعين العام والخاص. وأضاف أن البنك سيرسل فريق للعمل مع الخبراء التشاديين. ونشير إلى أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أسس عام 1993.